محترف العاب الخفه والساحر الاماراتي معين البستكي، اهلا وسهلا يا مرحبا بك. يا هلا بك معين. في البدايه انا عارفه ان انت ما شاء الله عليك بتقدر تخفي كل حاجه وتشيل كل حاجه والكلام ده كله. عندي طلب بس بسيط. اتفضلي امري. عندي برد، اذا بتخفيه لي لحد ما اخلص الحلقه. بس ما وصلت لدرجه الامراض ان شاء الله. حزت قاعد اشتغل عليها ان شاء الله. انت وعدتني هيكون في حاجه جديده جدا. كل حاجات مميزه ان شاء الله. ان شاء الله. طب يلا. من الأشياء اللي الناس يعرفون عن معين البستكي بالذات هي مواضيع في قراية التفكير أو المعلومات أو التخمين أو البريدكشنز. فأستاذة منه، نعم. اللي أباك تسوين مع الجمارة، أباك في مخك تفكري لي باسم مكان أو اسم شخص أو مادة أو أي شيء ثاني. أوكي. وتغيرين بالك كم من مرة وترسيلك على معلومة. أوكي. تحطين تحت خط تكبرينها في مخك كأنك قاعد تكتبينها على صبورة. اوكي. المعلومه انت ما همستي لي، ما قلتي لي، انا ما اعطيتك فلوس انك تقولي لي هالمعلومه بالذات. لا اعطيتني انت... فلوس يا عم. اي والله خذتي. لا فهالمعلومه موجوده حاجة. عندك. اوكي. لو تفكرين بالمعلومه كانه في خيط يربط راسي براسك وقاعد تنقلي لي المعلومه من مخك لمخي. هالمعلومه انا حاس ان هي مكان، هي قاعد تفكرين في مكان مميز. مكان صح؟ صح. مكان، المكان ممكن يكون في أي مكان في العالم، ممكن يكون داخل الدولة، ممكن خارج الدولة. لا تقولين شيء، لا تعطيني أي كيو. أوكي. بوكر فيس. طيب. المكان ممكن يكون في أي مكان، ممكن لو طلعنا صوب أوروبا ممكن تحت، بس فكري في المكان، كرريها في مخش من غير ما تقولي لي. أنت قاعد تفكرين في مكان في مصر الحبيبه. في مصر. صح. في مصر. من اوكي في مصر، بس فكري لي، ركزي لي على الاسم، ركزي لي على الاسم وركزي لي على الحروف اللي موجوده في الكلمه. الحروف اللي موجوده في الكلمه انا قاعد احس ان في حروف متكرره. فور سام ريزن في حروف متكرره. فكري فيها كانك موجوده، قاعد تمشين في المكان هذا، قاعد تحسين في الاماكن اللي موجوده حولك. انت قاعد تفكرين في الاسماعيليه. الاسماعيليه بلدي. صح. ثانك يو. ازاي يا معين؟ قول الصراحه عملتها ازاي. العاب خفه. العاب خفه دخلت جوه دماغي. اليوم جايينكم ويايبنكم هالصندوق. اوكي. هالبوكس موجود. اللي ما تسوين استاذه منه تفكري لي بتاريخ. فكري لي بتاريخ. اوكي. غيري بالك كم من مرة ممكن تفكرين بأي تاريخ ما كان. كونوا اليوم الديت. أوكي. المنث والإير. غيري بالك لو حابة تحطين الديت غير والمنث غير والإير غير كمان خذي راحتك. أوكي. عندك أي يوم في مخك؟ أي يوم؟ انزين عندك خبريني شو هو اليوم؟ 5/05 الشهر 12 السنة 1969. يس. 5/12/1969. فكري لي بأي رقمين. أوكي. أي رقمين مختلفين غير ببالك، أي رقمين حابة خبريني. فكرت. تفضلي. 2/6. آخر رقمين 33. 33. 05/12/1969-2633. يس. هالمعلومات انت ما قلتي لي عليها. صح؟ ما طلعت مش تكتبينها في مكان، ما طلعت مش تقولي لي، مش متفقين عليها. لا. هاي معلومات انت قررتي عليهم. صح؟ صح. وحين غيرتي بالك كم من مره، يعني كان ممكن تقولين بدال 5 12، ممكن كنت تقولين اي عدد ما انت بغيتي. استاذ منه، نعم. كان تمسكين هالصبوره مع الجمارة.
اوكي. زين. حط القلم بعيد. في الصندوق ما عليك اماره. في عندك رصيد، حط ايدك، انا ما لمست ما قلت. في عندك رصيد. لو تاخذين الرصيد في رقم للرصيد موجود عليه. لا بتهزر. لا. لا 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 لا. يعني بليز اعملوا لنا زوم. بليز اعملوا لنا زوم على الموضوع ده. ايه ده؟ الرقم اللي انا اخترته بالظبط. واو. لا 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 بتهزر. عملتها ازاي؟ قول. انت ليه سكت؟ اعمل كلوز عليه؟ لما كلمتك امبارح قلت لي انا هاجي انا وعبده وانا انبسطت جدا. عبده ما يفارقني، عبده موجود دائما. يا طب شرف اهلا وسهلا. ما يصير، هو انفيزبل، ما تشوفيني الا انا والله. طب والله يا عبده اذا انت يعني احنا حابين نتعرف عليك اذا انت موجود. عندك ايه تاني؟ من الاشياء اللي الناس اللي شايفين عني كثير اللي هي ممكن اعرف اشياء قبل ما تستوي من قبل. حلو؟ يعني ممكن اشوف اشياء واقول اشياء قبل ما تستوي، بسوي حركه عشان اتاكد. قبل ما تحصل؟ قبل ما تحصل احيانا، عندي من الاشياء اللي سويتها في قناه من القنوات اني خمنت نتيجه مباراه كاس عالم، كنا في كاس عالم من 8 سنوات تقريبا. اوكي. وقبل ما ان النتيجه تستوي. فاليوم اللي جاينج له عندنا 4 قلاصات مختلفة. عندنا ابل جوس. اوكي. عندنا كولا. عندنا ليمون جوس. وعندنا اورنج جوس. اوكي. ابل جوس، كولا، ليمون جوس، واورنج جوس. الشيء اللي بسويه استاذة منة لو ما عليك امارة بس تشوفين لو في اي طريقة انا ممكن اشوف من خلال هالبلايند فولد. تحطين على عينك، هل في اي طريقة انا ممكن اشوف؟ لا. ما في اي طريقه انا ممكن اشوف عن طريق هالبلايند فولد. اللي بسويه بحطي البلايند فولد ما في اي طريقه اشوف صح؟ عشان اكد هالشيء انا كمان حشوف بعيد واحط ايدي. فهل في طريقه انا ممكن اشوف؟ لا ما في اي طريقه صح؟ آه. اللي حبك تسوينه ما عليك اماره تختاري لك اوكي جلاس من القلاصات. جلاس من القلاصات. اوكي. ابل جوس، ليمون جوس، عندك كولا وعندك اورنج جوس، تشربين منها شوي. انا اخترت. اخترتي، ممكن تشربين منها شوي؟ بعد ما شربتي تحط شربتي تحطينها على الطاوله؟ اوكي. هل في اي طريقه انا ممكن اعرف شو شربتي؟ لا. انت اخترتي واحده من الاربعه اللي موجودين صح؟ حاولي كانك قاعد ترسلي لي، كانك قاعد ترسلي لي انت اوكي كون ان عندك برد قلتيها انت اخترتي ليمون جوس صح؟ صح. ليمون جوس، اختاري واحده ثانيه، اختاري واحده ثانيه او اختاري نفس الشيء. طيب. لا تقولي لي، اختاري واشربي. هل انا ممكن اخمن واعرف شو بتختارين؟ اخترتي واحدة صح؟ رديها على الطاولة بعد ما تشربين شوية منها. حطيتها. حطيتيها على الطاولة. أنت اخترتي واحدة من الأربع قلاصات. كانوا كولا، كانوا ليمون جوس، كان في أورنج جوس، كان في أبل. أنت اخترتي أبل صح؟ أبل جوس. أبل جوس. صح. خنجرب مرة ثالثة. خنشوف شو اخترتي. اختاري بعد مرة. اوكي. انت اخترتي قلاص من القلاصات وشربتي منها شوي. صح. وحطيتيه على الطاوله. صحيح. ما في اي طريقه انا ممكن اعرف. هالمره كنت كل مره تحاولين تغيرين من الثاني اللي اخترتيه، هالمره اخترتي كولا، اخترتي كولا؟ صح. اخترتي كولا، عشان نصعب الموضوع، نصعبها شوي، يمكن يكون في اي طريقه انا قاعد اشوف عن طريق البلايند فولد ولا عندي عينين من براسي من ورا. اباك تشلين الاستيكرات اللي موجوده من على القلاصات. شلي الاستيكرات من على القلاصات. اوكي. اوكي. طيب.
طيب. غيري أماكن القلاصات من بعض، غيري أماكنهم، حتى لو حابة تغيرين من وراء ظهرك في أي طريقة. لا العدس. لا لا أوه. أنا متأكدة أنك أنت مش شايف. أوكي. أوه. غيرتي أماكنه؟ أيوة. غيرتي أماكن القلاصات؟ حاولت تغيرين أكثر، حاولت تخلينه مثل ما هو. أوكي. كيفك؟ اللي ريحك. طيب. غيرتي كمان صح؟ غيرت كل حاجة. هل أنت عارفة أي وحدة أي شراب ولا لا؟ لا. ما تعرفين؟ أوه. ما في أي طريقة أنا ممكن أعرف. أبيش تأخذين. بس أنا ممكن أدوق. إيه هذا اللي بنسويه. أوكي. أنا ما أعرف. أنت روحك ما تعرفين إلا لو أنك أنت تذوقتي وحدة منهم صح؟ صح. اختاري وحدة. وشربي منها شوي وخليها في ايدك. اوكي. اشربي بعد شوي. لازم ما ينفع اغيرها؟ حابه تغيرينها ولا حابه؟ لا اصلا ما بحبش الشيء. حابه تغيرينها؟ معلش. اوكي غيريها غيريها غيريها. هشرب من دي. ايه خلاص اللي ريحك. مرتاحه مع اللي معك؟ مرتاحه؟ انا بحب. هل في اي طريقه انا ممكن اعرف الاول اللي شليتيه الثاني اللي شليتيه؟ مستحيل صح؟ مستحيل. ولكن احنا اكدنا ان عبده موجود معاي اليوم. اي فين عبده يا عمي؟ اول واحده شليتيه ما عيبك؟ ايوه. ما عيبك؟ لا. كان ابل جوس. واللي شليتيه عقب شربتي كان كولا موجوده في ايدك؟ لا يا عمي. في ايه؟ موجودة في ايدك؟ بس موجودة في ايدك؟ اوكي عشان عرفت ازاي؟ واو عملتها سهل. قول مش هقول لحد. عملتها ازاي؟ بعد البرنامج. بعد البرنامج هتعلمني الخدعة. إيه؟ السحر والشعوذة ملف موقوت في دولة الامارات. انت جيت عملت ايه؟ زي المثل اللي بيقول الباب اللي جيلك منه الريح سد واستريح. انت فتحت الباب وقفت. صح. تتحدى مين؟ صح. اللي صار في بداية مشواري، ورجعت شوية معاك في بداية المشوار اللي أنا بديته في ألعاب الخفة. بديت على اليوتيوب باسم مستعار. خايف بألعاب خفة سحر. أنا أطلع سحر للمجتمع وتحفظ خليجي أكون لاعب خفة وساحر ويسوي لهم أشياء عجيبة غريبة. كنت خايف. كنت طالع على اليوتيوب باسم مومي إلوجنز. أوكي. مومي إلوجنز. لو الناس رجعوا وبحثوا في اليوتيوب هيحصلوني وأنا شاب وبعدني صغير وهذا قبل ما أطلع على الشاشات. وكنت أسوي كل حركاتي بالإنجليزي عشان ما يبانش إنك على أساس إن ما أقول. وكنت ألبس جينز وبنطلون قميص وهذا وشي وكلامي كله انجليزي. فعملت فيديوهات كثيره والناس حبوها قاموا يحبونها. هذه على بدايه اليوتيوب، يعني على بدايه ما ان الناس كانوا يحطون في البدايات على اليوتيوب. فبعد ما حطيت لي فيديوهات على اليوتيوب سمع عني حد قال معين شو رايك تطلع على قناه محليه. صدمه. خفت. أطلع ما أطلع؟ طب أطلع باسمي، أطلع باسم المستعار، ألبس خليجي إماراتي، أكمل بجينز يعني أخبي الايدنتيتي عندي؟ ما بتتخباش. كلمت واحد من أصحابي قلت له محمد قول لي عندي مقابلة تقريبا بعد 3-4 أيام شو أسوي؟ وأنا خايف. قال لي شوف قول اسمك واطلع باللي أنت فيه، بطلع بزيك الإماراتي. أنا أول ما طلعت في البرامج التلفزيونية وسويت أول حركة ضخمة، هاي ثاني لقاء لي في قناة محلية اللي هي لعبد الله بالخير إخفاءه من البيت للاستوديو. طب ده ازاي شيء بقى انا اقدر اقول عليه العاب خفه؟ راجل قاعد في البيت وبيتفرج على التلفزيون ومتكي وانت جبته من البيت للاستوديو. شيء ما اقدرش اقول عليه والله ده عمل كده طلع ارنب. ايوه. وكثير من الناس اكيد ما صدقوا هالشيء، وزائد ان هاجموني، ومش هاجموني من بين نفسهم، هاجموني في اذاعات. انت بتلعب في ملعب صعب تجيب فيه جول. لو انا بسوي لك تعالي خذي كرت وعرفتك الكرت هذا انا ما لا انا ببرز ولا أنه بيكون شيء ممتع لأن الناس شايفينه مليون مرة. فمعين البستكي معروف عن الحركات اليونيك، الحركات اللي ما العقل
ما له حل كيف سواها معين البستكي. مثلا خلينا نقول انت حاليا فكري لي ب انت عندك بطاقه بنك صح؟ صح بطاقه بنك. هتفضحني دلوقتي بطاقه البنك بتاعتي؟ قول لي بس. اشتدش قويه ممكن اعرض لك شوي. يلا زين عندك بطاقه البنك. هل في اي احد في الدنيا غيرك يعرف رقم الرمز السري لبطاقه البنك عندك؟ لا ما في احد صح؟ رايلك ممكن الناس بحولك اي احد في العالم يعرف الرمز السري للبطاقه؟ لا 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 لا. هل في اي طريقه انا ممكن اعرف الرمز السري للبطاقه؟ لا ما اعتقد. ما في صح؟ صعب عليك. انت صح انك قويه في البرنامج بس انت انسانه لو انك تلاقيتي مع حد ما عندك مشكله تتخالطين اجتماعيا، نخبي رقمين ولا نخبي رقم؟ نخبي رقمين. رقمين صح؟ نخبي الرقم الثاني والرابع. حلو؟ ولا انت حابه ايه؟ تقولي لي. اللي انت عايزه، خبي انزين. اللي انت عايزه. انزين. اول رقم ارسلي لي كانك قاعد ترسلي لي الرقم الاول. اوكي يلا. اوكي بس لا تعطيني اي ايموشن، لا تعطيني اي رد فعل، لا تعطيني بوكر فيس. كانك قاعد تبعثي لي اول رقم. اول رقم اول رقم ما في اي طريقه انا ممكن اعرف ولكن بحاول. هل هي من الايماءات الجسديه، من ال بي، من الطاقه اللي موجوده ما اعرف، ولكن اول رقم. هل هو رقم اثنين؟ هل هو رقم اثنين؟ اكدي في حال ما. صح. اوكي اول رقم. ثاني رقم ناكد على ثاني رقم. اوكي اوكي. ثاني رقم. ستة. رقم ستة صح. معين ستوب. خلينا نرجع الأسئلة بتاعتي. انا اوعى تقول رقم ستة. ما بقول رقم ستة بجد. او ده دفنك دي. لا انا لازم اغير رقمي. معين البستكي انا بتمنى لك كل التوفيق وشرفتني اليوم وانت على الراس طول ما انت اماراتي. الله يسلمك. واهل الامارات كلها على راسنا اكيد والوطن العربي. انا هسيبك تقول كلمه اخيره للناس اللي بينتقدوك وبنختم بعدها. الكاميرا بتاعتك. ابا بس اكد لكل المشاهدين اللي كل اللي شفتوه عن معين البستكي تراه ممكن اي واحد منكم يتعلمها ويسويها ويستغلها في امتاع الناس وليس الاستغلالات الثانيه اللي احيانا نسمع عنها في الجرايد والمجلات والاخبار. فاستغلوها في العاب الخفه وامتاع اصدقائكم، اهاليكم، في المدرسه كنتوا، جامعه، ولا وين ما كنتوا، في دواماتكم. معين البستكي شكرا جزيلا. يا مرحبا. اشوفكم الحلقه الجايه على خير. الى اللقاء.